جزاكم الله بالخير سرور. هذه طاحونة بيترو، هذا الانبوكسينج. طبعا زي ما انتم شايفين في نوعين من التروس، في الام موديل وفي البي موديل. البي موديل يطحن اعتقد اسبريسو، يعني اللي هو يسمونه البايو موديل يطحن كل شيء، والام موديل مخصص للفلتر، للطحنات يعني الخشنه، فرنش بريس والكابينج والفلتر بشكل عام. البي موديل يجي ترس اضافي، في خيار الاسبريسو والتركي وغيره، يعني في خيار انه يطحن ناعم. هنا في رسمات للطاحونه، طبعا الطاحونة حجمها جدا كبير جدا، تشوفون تختلف عن اغلب المطاحن اليدوية اللي نعرفها، والسبب انه في هنا ترس مسطح. يعني المفروض انك تطحن بالطريقة هذه، المفروض انك تطحن كذا يعني. يعني غريب شوي. طبعا ما بعد قريت المانوال ولا ادري شلون تنفك ولا ادري شلون تستخدم. لكن هذا مغناطيس، هذا الكونتينر حق البن. هي بس خلينا نقول نظرة أولية بس، حبيت افكها. طيب هذه مو مراجعة بس حبيت يعني اوريكم الطاحونة. هذه الآن الطاحونة فككتها، الغطاء العلوي هذا هو، هنا من هنا المفروض البن يكون ينزل من هنا. طبعا الغريب الغطاء ذا يعني طريقة قفله وفكه بدائية شوي، شوف كذا يعني ما في مغناطيس، في جاسكت هنا قفله بالطريقة هذه، يعني طريقة بدائية شوي. من هنا تعاير الطاحونة، يعني تختار طحنات شيء من هالقبيل. جميل جدا جميل حلو. طيب هذا الترس طبعا انا فكيتها، هذا الترس مسطح زي ما تشوفون. وهذا الكونتينر، هذا الترس الداخلي، هذا الكونتينر حق البن. طيب عشان يكون متخيل حجمه، طبعا الطاحونة حجمه ضخم جدا، جبت الكومندنتي. الكومندنتي يعني من المطاحن اللي حجمها كويس في اليد، ما هي أصغر طاحونة في السوق ولا أكبر طاحونة، يعني حجمها الحجم المتوسط العادي. هذه للأمانة ما أذكر، يعني يمكن بس الليدو اللي أكبر منها، لكن هذه أحسها بعد وزنها أكثر من الليدو أو أثقل من الليدو. طاحونة ضخمة. خلونا نوزنها ونشوف، شوفوا يا زين كومندنتي في اليد. شوف وزن كومندنتي تقريبا 600 جرام تقريبا. طيب نشوف دي، يا ساتر كيلو 600 جرام ثقيلة. طيب الطاحونة طبعا اسمها بيترو، وهي صب براند لفيوريزانتو، شركة إيطالية معروفة. تقدر تقول ان ثورة جديدة في عالم المطاحن، ولكن الشيء هذا مو انه غير موجود في مطاحن من قبل. شفت مطاحن صينية وشركات صينية تصنع تروس مسطحة. وش المشكلة، وش اللي مخلي الشركات ما تدخل مجال المسطح في اليدوي؟ المشكلة ان اليدوي عشان يطحن يحتاج سرعة دوران عالية عشان يطحن بفعالية ممتازة، وهذا الشيء ما تقدر تسويه بيدك، صعب جدا انك تدور بسرعة عالية. عكس المخروطي، المخروطي ما يحتاج سرعة دوران عالية، ممكن 130 RPM الى 200 RPM. هنا نتكلم عن السرعات اللي في الفلات في المسطح من 600 توصل 1600. فتحت
طبعا الطاحونه تيجي بترس مسطح مقاس 58 ملي. في نوعين، البي موديل والام موديل. البي موديل يطحن كل شيء من التركي الى الفلتر، لكنه يعطي كيرفين في البارتيكلز. يعني كيف؟ يعني فيه نسبه بودره. طبعا هذا كلام الشركه، يعني تجربه شيء اخر. فيناسب الاسبريسو اكثر ويطحن الفلتر، لكنه مش المثالي. الام موديل اللي هو هذا مناسب للفلتر، يعطي كيرف واحد في البارتيكلز او في الطحن نفسه، فتكون يكون التناسق هنا اعلى. عموما طبعا مقاس الترس حلو، جاي بشكل طولي نفس طاحونة الاي كي 43. من المطاحن اللي تروسها صغيرة وتعطي نتائج خرافية في الفلتر الفورتي بي جي، واللي بوجهة نظري هي احد اعظم مطاحن الفلتر على الاطلاق. فنتأمل خير في الطاحونة دي ونجربها ان شاء الله الايام القادمة. الطاحونة من تصميم شركة V12 ديزاين، المصمم فاليريو كوميتي. الشركة دي معروفة تصمم الفراري ولاشنبالي، جروب لاشنبالي كامل، اللي من ضمن سلاير وفيما وشركات مطابخ وانتيرير ديزاين. فهي شركة عملاقة، يعني طلعوا لنا التصميم العجيب ذا. طبعا برضو هنا حاطين لك ان في تعاون بين فيوريزانتو ولانس هيدريك اليوتيوبر المشهور في مجال القهوة. فالطاحونة هذه هي نتاج تعاون بينهم، ما أعرف وش طبيعة التعاون، ولكن الطاحونة دي بينهم تعاون. شوفوا التناسق، طبعا هذه على أخشن درجة. والله يبدو لي كذا التناسق حلو. هذه أول طحنة فيها، هذه على أخشن درجة. طبعا يوقف هذا، يوقف هنا، يعني خلاص يمشي معك يا ولد. وقف هنا. ممكن في طريقة انك تزيد الخشونة من داخل او شيء من هالقبيل، بشوفها. لكن عموما يبدو لي تناسقها جميل جدا كانطباع اولي. ايش رايكم؟ ما رايكم في التناسق؟